ينضم إلينا من الخرطوم محمد المنتصر الكاتب والباحث السياسي. سيد المنتصر، أهلا بك معنا. إذن تجدد الاشتباكات والحديث عن هذا الأمر يكسر مفاوضات جدة الآن، آخر المعلومات المتوافرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا هذه الاشتباكات جاية من طرف إن كل طرف يريد أن يحقق على الأرض مكاسب عسكرية كبيرة جدا، ويرى أنه لابد أن يحسم المعركة بيده حتى تكون أكثر معين له في عملية التفاوض. لذلك الاشتباكات هو وضع على ما هو عليه على الأرض الآن في العاصمة وفي مدن مثل مثلا الأبيض وغيرها، وتجدد النزاع الآن هو داير حول مناطق استراتيجية، بتعني بالمعنى الواضح أن من يسيطر عليها هو يسيطر على الحكم في السودان، وهي القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والقصر الجمهوري وحوله وزارة الداخلية والمالية ومناطق الوزارات. نعم. فهذه المناطق في وسط الخرطوم مناطق اشتباكات، السيطرة عليها تعني أنه السيطرة على الحكم رسميا. لذلك لا نتوقع أن تنجح هذه الهمة بشكل كامل من دون ضغوطات كثيفة جدا وضغوطات دولية. كل طرف يريد أن يحقق مكاسب على الأرض، والمكاسب لا تتأتى إلا بالسيطرة على تلك المناطق. حتى الآن نستطيع أن نقول أن قوات الدعم السريع تسيطر على وسط الخرطوم، وهي هي مناطق سيادية ضخمة جدا جدا، والجيش الآن يحاول الاقتحام وسط الخرطوم. فالمعركة الدائرة الآن في وسط العاصمة السودانية، وكما تعلم أن العاصمة السودانية تتكون من ثلاث مدن لأنه أمين يقسمها. هذه الثلاث مدن كلها واجهات تطل على تلك المناطق الأساسية في العاصمة. التقدم ميدانيا لمن سيد المنتصر؟ لا توجد أشياء ثابتة. تراوط القصة، الناس لا تتحرك حتى تطلع بالمشهد، لكن واضح إن الآن تمدرس قوات الدعم السريع حول تلك المناطق بقوة والدفاع عنها بشراسة، ومن ضمنها مطار الخرطوم. الآن القصف بالطيران جعل الدعم السريع يلجأ إلى الأحياء والأزقة ويضع آلياته العسكرية، وهذا تمدرس خلف المدنيين للأسف الشديد. ولذلك صعوبة إنك تقدر تفهم أين هي الخارطة الحقيقية، لكن تواجدهم هم منتصرين في قلب المدينة، وفيما يبدو أن خطة الدعم السريع العسكرية الآن على أرض الواقع مبنية على اجتياح العاصمة والسيطرة على تلك المناطق الاستراتيجية. يتواجدون بغزارة عنيفة جدا، تراوط القصف، لا تستطيع أن تقول أن الدعم السريع يعيش في معسكرات، ولا يوجد تحديدا القصف لأن القصف يقصف، ولكن يتمدرس في الشوارع والجانبية والأزقة. المعركة الآن أصبحت حرب ممكن، ويتمدرسون في البنايات العالية وكذا، فهذه المواد خطر بالنسبة للمواطنين. تمام. ما هي أهم المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ويريد الجيش السيطرة عليها في هذه المعركة؟ كما ذكرت لك أن تلك المناطق مرتبطة بهذه المناطق الاستراتيجية، وهي حي العمارات والخرطوم واحد والخرطوم اثنين، يتواجدون لأن هذه تكون في الناحية الغربية لمطار الخرطوم، إضافة إلى مناطق السوق العربي والسوق الأفرنجي والخرطوم شرق، وهي مناطق نواحي القصر تربط ما بين القصر الجمهوري والقيادة العامة. هذه المناطق هي مناطق رئيسية يحتمي بها الدعم السريع، بالإضافة إلى الجهة الشرقية لمطار الخرطوم ومنطقة الرياض وحي الصفا والطائف، يتواجدون بغزارة كثيرة ليحمون الجدار الشرقي لمطار الخرطوم. فهم يحاوطون المطار من الخارج بهذه القوات الكبيرة، وبالإضافة إلى المناطق الموجودة داخل وسط العاصمة التي ذكرتها تلك الأحياء، فهي منطقة المبرم ومنطقة السوق العربي والسوق الأفرنجي والخرطوم شرق، منطقة استراتيجية هي الدرع الواقي للقصر الجمهوري والموصلة للقيادة العامة. فتلك مناطق الانتشار، بالإضافة إلى الضفة الأخرى من النهر حلة حمد وحلة خوجلي، وهي قبالة القصر الجمهوري بضفة النيل الأزرق، برضو بتدور في رحاها مناطق قوية، من يسيطر عليها يستطيع أن يحمي القصر الجمهوري من الجهة الشرقية.
فتلك المناطق في الخرطوم راح يحصل اشتباكات كبيره جدا في المنطقه الصناعيه وفي منطقه كافور وشد النيل. فتلك المناطق اكثر قصرا وتضررا الان.